بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في السيتينجز، ورح نحكي اليوم إن شاء الله بإذن الله في أمر سهل ويسير وبسيط بيكون الميديا سيتينجز. الميديا سيتينجز ديت مسؤولة عن إنها تحاول تظبط الأداء بتاع الميديا، الميديا اللي تقصد بيها بمعنى أدق الصور. يعني اللي حطه هنا يحطوا هنا الايمج سايز سبيس، بيقول لك في الثامبنيلز مقاساتها بتكون كام في كام. طيب لو كانت الصوره اعلى من المقاسات ديت اعمل كروبنج علشان اعمل علشان اوصل للحاجات للمقاس تبعك. وعندي في الثامبنيل سايز وعندي في الميديم سايز وفي اللارج سايز، دول الثلاث مقاسات. طيب لو انا رحت مثلا للميديا ورحت لللايبراري بتاعي مثلا، الحاجات ديت انت بتحاول تظبطها على حسب الثيم. يعني حتى لو انت كنت شغال على ديفولت سيتنجز زي كده، فبتلاقي ان برضو انت على حسب الثيم انت ممكن تحاول تعمل اديتنج للصور دي للميديا تبعك ديت. يعني في الثامبنيل مثلا بتكون مقاساتها عباره عن كام في كام، لما يكون القصه مثلا في في في, في في اللارج بيكون مقاساتها كام في كام في القصة دي. طيب هو الفرق ما بين الامور دي بتظهر فين؟ الامور دي بتظهر مع اختلاف السيمز يا جماعة. يعني يمكن يكون السيم اللي انا فيه مش بيديني الفيتشر اني اعرض صبني ولا ميديم ولا لارج، وده الواقع دلوقتي في 2011. لكن لو رحت في سيم تاني هلاقي سيم اقصد كاستنبة كاملة، ممكن تلاقي الكنترول في الكلام ده. فانت محتاج انك تحاول تغير في القيم ديت وتعمل بريفيو عشان تشوف الامر المناسب للسيم تبعك في المقاسات الثلاثة دولت. الأمر أشبه بميديا كويري، يعني في الميديا وفي اللارج وفي الصبنين مقاسات سبيسيفيك. يعني الأبلود فايلز بيقول لك organize my photo into month and date year based folder. ده الكلام ده في الويب هوست، يعني لما تيجي ترفع مثلا صورة معينة بيحاول يعمل لك فولدر ليها، فولدر في الدايركتوري في الويب هوست عند الشركة اللي انت ترفع عليها الويب سايت تبعك. طبعا الموضوع ده يخص الانستراكتور وما يخصناش احنا في حاجة، يعني بس ريكومند انك تحط العلامة ديت علشان حتى لو كان في مشكلة من نوع معين الانستراكتور يكون عارف بالظبط هو الفولدر ده بتاع ايه بالظبط، لانه هيكون فيه مكتوب فيه التاريخ مثلا والقصه دي. طيب بالنسبه للميديا سيتنجز، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.